مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، هو النبتة الصغيرة تحتاج رعاية لأجل تقوى. من بذرة تطلع الجذور وسط الخفاء، يتكون الأساس من ثم تنبت لنا شجرة، نكرمها بالرعاية وتثمر لنا بكل سخاء. وكم من عصام بدأ تجارته بثمرة، مو غلط بأنك تبدا حياتك بشي قليل، العب إنك تسأل غير الله تكون دليل. أبويا مر بنفسه بسبب الظلم، وقررت ما أكون عليه إلا ومع طلبي للعلم. اشتغلت في مطعم أغسل صحون وحمامات، وطبقت من عامل هذا اللي يقدم طالبات، لما صرت موديل المطعم وأنا طالب ثانوية. خففت على أبويا حمل مصروفه علي، ربي أبتلانا بلوى والبلا بنا رجال، ودرس من الحياة دوام الحل من المحال. Everything around me is taking the best of me. You wouldn't understand me cause you don't see what I see. My community is putting me where I don't wanna be. Should I believe if it was my destiny? Hell no, cause time is running and it never stopped. What's the reason of being alive if I ever stop? I don't give up, I can always see the top as I keep my head up. يا في الجزء الأول كنت أتكلم عن قصة كفاحي، إيماني بربي كان سبب نجاحي، لكن جربك تتكلم عن نساء أحترمهم، جر عليهم الزمان مع ذلك رضي بقدرهم. ممكن وضعهم ما تغير في يوم وليلة، ممكن وضعهم من يومهم متنيل بألف نيلة، لكن مع ذلك ما سلكوا للحرام درب، وتفاجأ يوم ملقات يقوم عليهم حرب. كيف النساء يشتغلوا كاشيرات بلا حق، هاجموهم وساءوا التصرفات، بدل ما شجعوهم أحبطوهم، هل يموتوا بين الجوع لجيل يرضوهم؟ رسالة فخر للنساء العاملات، من دليت بالسؤال رغم تشبعك مرارة، انت قدوة الأخت البنت الباقي البنات، أبدا ما يعيبك شي، انت رمز للطهارة. Everything around me is taking the best of me. You wouldn't understand me cause you don't see what I see. My community is putting me where I don't wanna be. Should I believe if it was my destiny? Hell no, cause time is running and it never stop. What's the reason of being alive if I ever stop? I don't give up, I can always see the top as I keep my head up. Yup.